لعل من أهم التحديات التي تواجهها التربية في عصرنا الحالي أكثر من أي وقت كسب رهان التربية المستديمة، هو شعار ترفع منظمة اليونسكو التي تعتبرها شرط أساسي لتكييف الأفراد مع خصوصيات الحياة العصرية ومقتضياتها. لذلك سعت السياسات التربوية لتطوير الممارسات البيداغوجية وتجويد طرقها وأساليبها المعتمدة في التكوين والتدريس حتى تتمكن من رفع التحصيل الدراسي لتأسيس الكفاءات الضرورية للفرد واللي تجعله قادر على التكيف الإيجابي مع جملة التغييرات اللي تطرأ على جميع مظاهر الحياة اليومية. البرامج الرسمية باب التعليم الدرجة الثالثة الصفحة الثالثة. وتمثل البرامج الرسمية تطوير هام في بلادنا في توجهاتها ومضامينها ومصطلحاتها، وهي وثيقة رسمية تأسس المدرسة التونسية الجديدة في كنف التواصل مع مكتسباتنا وباعتبار مقتضيات تطويرها في عصرنا. اتأكد فيه أن التربية والتعليم والتكوين تمثل أهم عوامل اكتساب القدرة التنافسية للأمم. وللبرامج الرسمية بعدين متلازمان، أول بعد بعد تاريخي يجعل منه تواصل لمسيرة تربوية متنامية ترمي بجذورها عميقا في ماضي تونس وتقاليدها الراسخة في نشر العلم وتبجيل حملته، وهو العمق اللي منه نستلهم قيمنا الحية ونستوحى رؤيتنا التربوية، وعليه نؤسس مرجعيتنا في تكامل مع الموروث المعرفي والثقافي للإنسانية وتفاعل مع مثلها العليا. مقدمة رسالة التربية البرامج الرسمية الدرجة الثالثة الصفحة الثالثة. أما البعد الثاني فاستشرافي، به ننخرط في حركة العالم ونتحفز إلى المستقبل ونفتح أبواب التجديد والتجاوز أمام المدرسة التونسية حتى تطلع بكفاءة عالية لرسالتها النبيلة ووظائفها السامية. فلا نتأخر خطوة واحدة عن طلائع التقدم والحداثة وطلبات المجتمع المتجدد. البرامج الرسمية الدرجة الثالثة صفحة ثالثة باب التأهيل. وفي ضوء هالتحولات الجوهرية اللي تشهدها المدرسة اليوم، واعتبارا المطالبات المستقبل اللي تعتبر دعائم التكوين ومكونات الفعل التربوي وقواعد سير المؤسسة التربوية الإطار القانوني المنظم للتربية والتعليم ضرورة حتى يتسع لهذه التغييرات وتوفر المرونة اللازمة لمسايرة إيقاع التحولات الداخلية والعالمية. وفي هذا الإطار يتنزل دور سبورانات في مواكبة المستجدات البيداغوجية لما فيه خير جميع الفاعلين لهذه المنظومة التربوية بشرح أدوارهم وتبسيط ترابطها وتكاملها لمزيد النجاعة في العمل التربوي، ويكون هذا من خلال فيديوهات تشرح الممارسات البيداغوجية المواكبة للتجديد لتكون للمربيين باختلاف أدوارهم استنادا إلى البرامج الرسمية مع الاستعانة بفاعلين في الميدان البيداغوجي.